استقبل مطار العريش الدولي طائرتي مساعدات إماراتية وبلجيكية لصالح قطاع غزة. وصرح مسؤول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة الأولى إماراتية والثانية بلجيكية يحملان أطنانا من المساعدات الإغاثية والطبية. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية الحثيثة التي تقدم للأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري. لازال المعبر يعمل وتتدفق من خلاله كل شاحنات المساعدات. اليوم دخل عدد من الشاحنات لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة. كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من أطنان المساعدات الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى دخول شاحنات الوقود عبر منفذ رفح. ولازال أيضا لليوم الثاني على التوالي تتدفق هذه الشاحنات وتزداد بواقع شاحنتين، ليتم دخول 8 شاحنات للوقود من خلال بوابة معبر رفح البري، بالإضافة أيضا لاستقبال الجرحى والمصابين وتقديم كل الخدمات الصحية لهم وتقديم أيضا خدمات الدعم النفسي، حيث وصل تقديم خدمات الدعم النفسي إلى أكثر من 10,000 جلسة دعم نفسي قدمت ل 927 من الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين من خلال 10 مستشفيات، وهي شمال سيناء والقاهرة وأيضا بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة، حسبما صرحت وزارة الصحة اليوم. وتم تقديم هذه الخدمات من خلال فرق طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى. على الجانب الآخر أيضا والمسار الجوي، لازال مطار العريش يستقبل طائرات المساعدات التي تأتي من الدول المختلفة، حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرة قادمة من الإمارات على متنها 66 طن من المساعدات الإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية ومواد الإغاثة، استلمها الهلال الأحمر المصري ليتم تجهيز هذه المساعدات وأيضا شحنها على الشاحنات التي تذهب تباعا لمعبر رفح لدخولها للأشقاء داخل قطاع غزة. إذن مجهودات مصرية كبيرة تقدم للأشقاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.